طائعا. أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا. ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا. نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 23 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. كنا في الحلقة السابقة ذكرنا طرفا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، في قصة الهجرة إلى الحبشة، وكيف أن قريشا أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وأرسلت معهما هدايا كثيرة وخاصة من الجلد الأدم، لأن ملك الحبشة وبطارقة الحبشة كانوا يحبون الجلود، فجمعوا لهم على قدر ما يستطيعون، وأوصوهم كما ذكرنا أن ابدأوا بالبطارقة بالحاشية وكبار البطارقة، فأعطوا لهم الهدايا وبينوا لهم المهمة التي جئتما من أجلها، واتفقوا معهم على أنهم إذا ذهب إلى ملك الحبشة أن يؤيدوا كلامهما. وبالفعل قبلت البطارقة الهدايا وفرحوا بها، وذهب عمرو وعبد الله إلى ملك الحبشة فأعطوه الهدايا فابتهج بها، ثم ذكر له ما جاء من أجله، وأن بني عمومتنا وأن أقاربنا تركونا وعابوا ديننا وسبوا آلهتنا ودين آبائنا وأجدادنا، وجاءوا إلى أرضك وهم يقيمون عندك ولم يتبعوا دينك، فردهم إلينا حتى نقومهم فنحن أدرى بهم. فقال البطارقة: نعم، رد إليهم هؤلاء. فقال ملك الحبشة: وهل أرد قوما في جواري دون أن أستمع لهم؟ وأقسم أنه لابد أن يستمع، وكان عمرو وعبد الله يكرهان أن يستمع ملك الحبشة لهم، لكن ملك الحبشة أرسل إليهم فجاءوا وتركوا مهمة الكلام لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله والبطارقة بقى والكل موجود، فسأله ملك الحبشة: ما هذا الدين الذي اتبعتموه؟ ومن هذا الرجل الذي اتبعتموه وتركتم دين آبائكم ودين أجدادكم وجئتم إلى أرضي ولم تتبعوا ديني، فما هذا؟ فتكلم جعفر رضي الله عنه كلاما قويا واضحا، فقال: أيها الملك، إننا كنا نعبد حجارة وأصناما أوثانا من دون الله سبحانه وتعالى، ونقطع الأرحام ويعني نقطع الأرحام ونرتكب الفواحش ونشرب الخمر ويقتل بعضنا بعضا على أشياء تافهة، وأخذ يعدد عليه مساوئ الأخلاق التي تتفق الفطر جميعا على أنها سيئة.
وده من ذكاء جعفر. فلما أي حد حتى بدون أن يكون من المتدينين فتقول له يعني هو هذا يزني ويشرب الخمر ويرتكب الفواحش ويقتل ويسرق و فتقول هذا شيء سيء، هذا مساوئ الأخلاق مكروهة في فطر الناس. فهو اعتمد على هذا جعفر رضي الله عنه، فأرسل الله إلينا رجلا منا اللي هو النبي بقى عليه الصلاة والسلام، فأمرنا أن نعبد الله وحده. وجعفر عارف أن ملك الحبشة ده نصراني، يعني إيه يعبد الله سبحانه وتعالى. أمرنا أن نعبد الله وحده، وأمرنا بصدق الحديث وبحسن الجوار وبصلة الأرحام، وأن لا يؤذي بعضنا بعضا، وحرم علينا المحرمات، وأباح لنا يعني ما أحل الله سبحانه وتعالى، وأخذ يعدد عليه محاسن الأخلاق، محاسن الأخلاق. فحتى جاء قومنا فآزونا في ديننا وفي اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأتي إلى أرضك، وقال إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فجئنا إلى هنا بأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال له ملك الحبشة: وهل معك شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: معي. فقرأ بداية سورة مريم، افتتاح سورة مريم، فلما سمعها ملك الحبشة بكى حتى بل لحيته، وبكى البطارقة حتى بلوا لحاهم. لا، وقال ملك الحبشة بعد أن انتهى جعفر، قال: والله هذا والذي جاء به موسى ابن عمران وعيسى ابن مريم لمن مشكات واحدة، لمن مشكات واحدة، وأنتم في أرضي ولا أحد يقترب منكم. ورد الهدايا إلى عمرو بن العاص عبد الله ابن أبي ربيعة، وقال: عودوا إلى بلادكم. عمرو بن العاص كان داهية، فهل يترك الأمر على هذا؟ ففكر وقال: والله لأفعلن فيهم ولأفعلن قاصمة الظهر. فقال: ماذا ستقول؟ صديقه بقى عبد الله اللي رايح معاه، يعني عبد الله بن أبي ربيعة، فقال: سأقول له إنهم يقولون إن عيسى عليه السلام عبد لله. فقال عبد الله وكان رقيقا: لا تفعل، هم بنو العم ولا تفعل ذلك. قال: سأفعل. فذهب واستأذن مرة ثانية على ملك الحبشة، وقال: سلهم ماذا يقولون في عيسى عليه السلام. فأرسل إليهم وأن يأتوا إليه مرة ثانية، وقال بقى، تقول أم سلمة: أصابنا الهم والحزن، ماذا سنفعل؟ وأخذوا يتشاورون فيما بينهم ماذا سنفعل. فقالوا: والله لن ينجينا إلا الصدق. وجعفر بن أبي طالب قال: سنقول فيه ما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولن ينجينا إلا الصدق. فبالفعل ذهبوا إلى ملك الحبشة وجمع البطارقة كما في المرة السابقة، وعمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. فقال ملك الحبشة: ماذا تقولون في عيسى عليه السلام؟ فقال جعفر: نقول فيه ما قال الله سبحانه وتعالى فيه وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه عبد لله ورسول. فأخذ البطارقة يعني إيه هاص، يعني إيه عملوا حركة كده مش راضين عن الكلام. والملك أخذ ينكت في بيدي كده في فيما في الأرض كده، أو بعصا في الأرض كده ويفكر، ثم نظر إليهم وقال: والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلتم فيه، هو عبد لله ورسول.
فأخرج عمرو بن العاص وعبد الله وأصدر أوامره ألا يتعرض أحد على الإطلاق للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وصدر الأمر الملكي بهذا ألا يتعرض لهم أي أحد بإيذاء على الإطلاق. فانظر سبحان الله، هؤلاء يعني هذان الرجلان جاء من أجل أن يعود هؤلاء إلى قومهم وأن يعذبونهم مرة ثانية حتى يردوهم عن دينهم. فانظر، فإن المهمة فشلت، بل وصدر أمر ملكي بصيانة هؤلاء وحفظ هؤلاء وألا يتعرض لهم أحد بإيذاء، لا بقول ولا 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 بفعل. وتستمر الأحداث وتموت خديجة رضي الله عنها، من حديث أمنا عائشة ومن غيرها الصحيح أن خديجة رضي الله عنها ماتت رضي الله عنها في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زواج استمر منذ أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في 25 من عمري إلى العام العاشر من البعثة، يعني 15 سنة قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة، لمدة 25 سنة ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام غير خديجة رضي الله عنها. فماتت خديجة رضي الله عنه في العام الذي مات فيه عم النبي عليه الصلاة والسلام. هل سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام بعام الحزن؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في حديث لا صحيح ولا ضعيف أي أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها ومات فيه عمه بعام الحزن، إنما هذا من كلام بعض كتاب السيرة، إنما لم يثبت هذا لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. بموت خديجة رضي الله عنه وبموت عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فقد الدفاع في الخارج، الجبهة الخارجية، عمه الذي كان يدافع عنه وفعل كما رأينا كل شيء من أجل أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى دخل معه الشعب، شعب أبي طالب، وفي الداخل كانت خديجة رضي الله عنه المرفأ الذي يرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة، فيجد الدفء ويجد الحنان ويجد الكلمة الطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى فقد من كان يدافع عنه في الخارج، وفقد الأمانة والدفء والسكن الذي كان في البيت رضي الله عن أم المؤمنين خديجة. لكن كما قلت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي هذا العام بعام الحزن، وقد مرت عليه أحزان أشد ولم يسمها بعام الحزن، فمرت عليه أحد ورأى أصحابه وهم يموتون أمام عينيه، ومر عليه كما سنرى رحلته إلى الطائف وبإقراره عليه الصلاة والسلام قال هذا من أشد الأيام علي، أشد من أحد. ومر عليه حديث الإفك الذي هو أشد ابتلاء ابتلي به نبي من الأنبياء، بمسألة أنه سماه بعام الحزن هذه لم تصح. ووصلنا إلى العام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتوقف عند هذا ونستأنف في الغد إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك
عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب.